نتحدث اليوم إذن عن هذه الأعداد الكبيرة التي تأتي اليوم لرمي الجمرات الثلاث، بداية بالخطة التنظيمية من خروجهم من المخيمات وصولا إلى الجمرات. طبعا نعلم أن المشاعر المقدسة ومنى تحديدا مخيماتها يعني متفاوتة، فيبدأون مثلا على سبيل المثال بداية الساعات الصباح الأولى يبدأون بمن هم أبعد عن الجمرات قليلا كي يتجنبوا ضربات الشمس في حال العودة، فالأقرب إلى أن يصلوا إلى جسر الجمرات. تتحدث اليوم ونحن الآن في فترة ذروة تقريبا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 11 صباحا، أيضا هي فترة الذروة في دخول الحجاج إلى منشأة الجمرات بأدوارها الأربعة لرمي الجمرات الثلاث. هذه المنطقة هي المنطقة الدور الأول في الجمرات، وهو هو الدور الذي يحمل الكثير جدا من الحجاج. اليوم هو أكثر مكان يستوعب للحجاج كونهم مباشرة يأتون من الجسر ليدخلوا إلى هذه المنطقة. أما بالنسبة للحركة التنظيمية كما نشاهد الآن الحجاج يأتون باتجاه إلى الأمام، ولكن ليس هناك أي عودة تفادي الازدحام وأي وجود. هذا اللي بودي أسأل أسامة، يعني خلني أسألك، الخوف من ظاهرة الافتراش، التطوير الكبير الذي المملكة العربية عملتها على منشأة الجمرات، وسلم على الحاج هذا أيضا ليمك، كيف انعكس على سهولة مرور وحركة هذه الجموع من الحجاج؟ خلاص ظاهرة الافتراش راحت. نعم عادل، بالتأكيد أن الخطة التنظيمية التي والتدافع. نعم، نتحدث اليوم إذن عن الخطة التنظيمية الكبيرة جدا التي عملتها السعودية وممثلتها في الجهات التي تشارك اليوم في تنظيم عملية الحج ليكون حجا آمنا. بداية نتحدث عن أن أول مرحلة قد يكون بها عملية الافتراش هي دخول غير المصرح لهم بالمناطق المخصصة للحجاج والمناطق بالمشاعر المقدسة. هناك تشديد أمني ورقابة كبيرة جدا على مثل هؤلاء الأشخاص الذين يأتون بدون تصاريح. أيضا من ناحية أخرى المركبات التي قد تقل أشخاص غير مصرح لهم بالدخول. أساسا دخول المركبات يبدأ وينتهي عند مداخل منى. منشأة الجمرات هي منطقة لا تدخلها أي مركبة أساساً، أكيد. فيكون أي حاج أساساً داخل إلى هذه المنطقة، كل حاج يحمل إسوارة أو بطاقة تعريفية، كاميرات المراقبة أيضاً تلحظ أي شخص قد يكون غير مصرح له، وبالتالي نعم اختفت ظاهرة الافتراش بشكل كبير جداً. نتحدث اليوم عادل عن أن هناك مفارقة بسيطة في هذا العام، ربما في الأعوام السابقة كنا نشاهد الحجاج يتمشون مثلاً في الشوارع ومخارج المخيمات، هذه السنة هناك تحكيم كبير جدا لهذا الموضوع كي لا يتعرضوا لضربات الشمس خصوصا مع ظل ارتفاع درجات الحرارة. قبل يومين تقريبا حينما دخلنا إلى منى كانت الحافلات تقف مباشرة بجانب المخيم ويمنعون أي حاج من الخروج من المخيم في غير ذهاب مثلا لرمي الجمرات أو الذهاب إلى المشاعر المقدسة الأخرى كونه يتعرض لضربات الشمس بشكل مباشر. أيضا الحملات لابد أن توفر مظلات وأي استلزامات خاصة للحاج في حينما يؤدي مناسكه، لابد أن يكون أيضا ملتزم بهذه الأشياء. جواك الله يا أسامة، عليك بالمقلقل مثل ما قلت، الشباب يأكلون أكيد الصبح دائما والفول والتميس. جواك الله يا حبيبنا، شكرا جزيلا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.